أعزائي الطلبة بجروب 3، هنكمل مع بعض ليسون 3 بعنوان Continued Proportional، يعني التناسب المتسلسل. لو عندنا A B و C are Continued Proportional، يبقى A over B equal B over C. ال A is called principal proportional، B middle proportional، C third proportional. عندنا ال product of extreme بتساوي product of means، يبقى B squared equal AC، B squared equal AC، يبقى B equal plus or minus the square root of AC. أنا هاخد إكزامبل بسيط كده على سبيل المثال. لو عندك 4 و 6 و 9 ده continued proportion، هنفهم من كده إيه؟ إن 4 over 6 equal 6 over 9، يبقى 6 squared equal 4 times 9، x squared بيصير 6 و 4 times 9 equal 36. هناخد اكزامبل الدرس ده من دروس السهلة وتطبيقاته مباشرة وجميلة. يعني find the middle proportional between 3 and 27. احنا قلنا ان الميدل بروبوشن A over B بتساوي equal B over C، و B squared equal A times C، يبقى b سكوير يبقى b equal plus minus the square root ل ac. عندنا ده ال first proportional اللي هو يمثل a، وال 27 ده third proportional اللي يمثل c، يبقى ال middle proportional equal square root of 3 times 27 equal plus minus 9. طب مثال تاني، find the middle proportional between 5 and 20. 5 ده first proportional، third proportional اللي هو 20، يبقى ال b squared equal a ال square root ل a times c، a بكام؟ ب 5 اللي هو first proportional، c بكام؟ ب 20 اللي هو third proportional. square root 5 times 20 equal 100، square root 100 equal 10، يبقى plus minus 10 middle proportion هو يمثل ال B. مارك كده بيساعدنا في حل المسائل. لو A و B و C are continued proportion، we assume that A over B equal B over C equal M، يبقى B product of extreme بيساوي product of means، A و C ده ال extremes و B اللي هو means، و B بنسميه هنا middle projection. هيبقى A equal B time M، صح، و B equal C time M، ال B equal C time M، ماشي، وال A equal B time M، yes. ال A equal B time M، هنشيل B نحط CM، يبقى ال A equal CM squared. دي غالبا معظم المسائل هنحلها بالتعويض ده، بالسبستيتيوشن ده، هنحلها كله باستخدام، هنحط B ونحطها بداية C، ونشيل A ونحطها بداية C. هناخد اكزامبل، if B is middle term is middle proportional between A and C، prove that A squared plus B squared over B squared plus C squared بتساوي A over C. ده هنسميه ال left hand side، وده هيبقى ال right hand side. وزي ما اتفقنا A over B بتساوي B over C equal M، A هيساوي B في M، و C هتساوي و C هتساوي و B هتساوي C في M،
هتشيل البي وتحط سي في ام، هيبقى يبقى ايه بتساوي سي ام سكوير، وبي بتساوي سي في ام. هتحل المساله كلها بدايه ال... هتخليها بدايه السي، يعني هتشيل اي سكوير وهتحط مكانها سي، هتشيل الاي وتحط مكانها سي ام، بس دي اي سكوير هيبقى سي سكوير ام تو باور 4 تمام، بلس بي سكوير بي دي بي، يبقى بي سكوير دي بتساوي سي سكوير ام سكوير، اهي شلت البي وحطيت ام سكوير سي سكوير، هنا بي سكوير هنحطها سي سكوير ام سكوير، اهي سي سكوير تخليها زي ما هي، احنا اتفقنا هنحلها كلها بدايه السي تمام. ممكن تاخد كومن فاكتور سي سكوير ام سكوير، هيبقى هنا ام سكوير بلس 1، وهنا تاخد كومن فاكتور سي سكوير هتبقى ام سكوير بلس 1، ام سكوير بلس 1 هتروح مع ام سكوير بلس 1، السي سكوير ده هتروح مع سي سكوير، يبقى الليفت هاند سايد ده ايكوال ام سكوير، يبقى المقدار ده كله ايكوال ام سكوير. هنشيل الاي ونحطها سي ام سكوير، سي ام سكوير في الرايت هاند سايد دوت، هتشيل اي تحط سي ام سكوير، السي هتروح مع السي هيتبقى ام سكوير. الليفت هاند سايد بتساوي الرايت هاند سايد، ده المطلوب ده الريكوير، يبقى عندنا اي سكوير بلس بي سكوير اوفر بي سكوير بلس سي سكوير ايكوال اي اوفر سي. انا خدنا لو اي وبي وسي كونتينيوال بروبورشنال يبقى اي اوفر بي بتساوي بي اوفر سي، انه بدي زودنا تن اللي هو دي هيبقى اي اوفر بي ايكوال بي اوفر سي ايكوال سي اوفر دي ايكوال ام. لو لاحظت بي هنا هو بي هنا، سي هنا هيبقى سي هنا، اي هيكوال هتبقى ايكوال بي ام، بي هتيكوال سي ام، سي هتيكوال دي ام. هنعمل سبستيتيوشن، البي هنحطها سي ام هيبقى سي ام، والسي هنشيلها هنحط دي ام، يبقى ايه بتساوي دي ام تو باور 3، وبي هتساوي سي ام هنشيل السي ونحط دي ام يبقى دي ام سكوير، يبقى بي بتساوي دي ام سكوير، والسي طبعا هيكوال دي ام. برضه في معظم المسائل بنشيل لا كلها بدايه الدي، بنشيل A ونعوض عنها بالدي ام تو باور 3، والبي نشيلها نحط دي ام تو باور 2، والسي بنحط نشيلها نحط دي ام. لو لاحظت A على B بدل كونتينيو بروبوشن يبقى هنا B وهنا B ايكوال B على C، والسي هنا C يبقى هنا وهنا C بتساوي ام. هناخد اكزامبل، اف اي وبي وسي ودي كونتينيوس بروبورشن، بروف ذات اي بلس دي اوفر بي ماينس سي بلس دي ايكوال اي ماينس سي اوفر بي ماينس سي. زي ما اتفقنا اي على بي بتساوي ايكوال بي اوفر سي ايكوال سي اوفر دي ايكوال ام، السي بتساوي دي ام، البي زي ما عارفين بتساوي دي ام سكوير، الاي بتساوي دي ام تو باور 3. ده هيبقى بنسميه ليفت هاند سايد، ليفت هاند سايد هنشيل كل اي نحطها دي ام سكوير، هنشيل كل بي هنحطها دي ام سكوير، هنشيل سي نحط دي ام، هيبقى ايه هنشيلها ونحط قيمتها اللي هي دي ام تو باور 3، اهي دي ام تو باور 3 بلس دي اهي بلس دي، بي هتبقى هنشيلها نحط دي ام سكوير، سي هنشيلها نحطها دي ام، الدي هنفضل زي ما هي، يعني هنحلها كلها بداية الدي. لو لاحظت ممكن دي تاخد دي كومن فاكتور، اهي دي كومن فاكتور هتبقى ام تو باور سي بلس 1، وهنا دي كومن فاكتور هتبقى ام سكوير ماينس ام بلس 1. لو لاحظت ام تو باور 3 بلس 1 ده هنعمل لها فاكتورايزيشن للسم اوف كيوب،
بتتحل ازاي؟ بتجيب ال cube root of m squared m to power c اللي هي m و cube root of 1 اللي هي 1، وبتاخد ال first square m squared وال second squared اللي هي 1 squared اللي هي 1، ودي بلس هنحطها ماينس m first في السكند ماينس ماينس m في واحد بماينس m. الدي هتروح مع الدي طبعا، هيبقى ام سكويد ماينس واحد ماينس ام بلس 1 هنا هو، هتروح مع دي هتبقى ايكوال ام بلس 1. طب الرايت هاند سايد زي ما اتفقنا هنحلها كلها بداية الام، هتشيل الاي وتحطها دي ام تو باور 3 اهي دي ام تو باور 3، هتشيل السي ونحطها بدي ام عطناها بدي ام، هتشيل البي وتحطها دي ام سكويرد دي ام سكويرد، السي هتشيلها وتحطها كلها بدايات الدي ام دي ام كلها بدايات الدي، ممكن تاخد دي ام كومن فاكتور هيبقى ام سكويرد ماينس 1، وهي تحت هيبقى دي ام ام ماينس 1 ام سكويرد ماينس 1، دي ام الاول هتروح مع الدي ام هشطبهم مع بعض، ام سكويرد ماينس 1 اوفر ام ماينس 1، ام سكويرد ماينس 1 ده ديفرنس بتوين سكوير تو سكوير، هتتحل ازاي؟ يبقى ام سكوير ماينس 1 بلس ام سكوير بلس 1 فاكتورايزيشن اوف ديفرنس بتوين تو سكوير. تمام، ام ماينس 1 هتروح مع الام ماينس 1 هتبقى ام بلس 1 القيمه كلها، يبقى عندك الليفت هاند سايد ام بلس 1 والرايت هاند سايد ام بلس 1 ايكوال left hand side equal right hand side، يبقى a plus d over b minus c plus d equal a minus c over